خويا خلاصه الموضوع مجموعه ديال المنخرطين رتاو انهم يديروا تحفظ على التقرير المالي ديال الفتره الرئاسيه ديال السي رشيد الاندلسي والاستاذ سعيد وهبي. دونك غادي ان شاء الله نلجؤوا للقضاء في هذه النازله هذه ديال التقرير المالي، لان كاين واحد المجموعه من الامور اللي خصها توضح اكثر، وما تكفيناش واحد الساعه ولا ساعتين في هذا اللقاء اللي درنا ديال الجمع العام باش نناقشوا التقرير المالي. لذلك رتاو مجموعه كبيره من المنخرطين على انهم يلجؤوا ان شاء الله للمحكمة يعني الى القضاء باش يبتوا في هذا الملف هذا ديال هذا التقرير المالي في الفترة الرئاسية اللي سبق لي وتكلمت عليها. قلت انا واش كاينين ارقام كبيرة ارقام فلكية، احنا ماشي ذوي اختصاص باش نناقشوا هذه الامور، وكيف ما قلت ما يكفيناش الوقت على اساس انه حنا غادي نناقشوا هذه الملفات. كاينين اللعابة اللي خداوا واحد الاموال طائلة، مسائل اللي هي ما واضحاش، دونك ارتئينا اننا نلجؤوا الاجهزه المهنيه باش نبتوا في هذه الامور ديال يعني لا خوف على الاموال ديال الرجاء. امور اليوم راه غاده في الاتجاه الصحيح، وهذه مساله عاديه ما كنشكوا في حتى شي رئيس ولا شي عضو مكتب مسير انه دا شي حاجه، فقط خصنا نلتجئوا للقضاء باش نبتوا في هذه الامور ديال التقرير المالي، وان شاء الله نشوفوا الامور باش توضح لنا اكثر. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.